كلنا فرشين يا ساتر يا رب. قليل صباح خير ان شاء الله. نهارك على دي بالصلاة على النبي سيدي. لا بنعلك لا تاخد علي. قلت لي سيدي وطنش تسعك صراحة قصة فيها. اهلين اهلين ابن نجيب، خير يا طيب. الله يجعلك بخير الهي. شو سيد راسين؟ وين السرمايات صاحبك؟ شايفه مسكر. قصدك بجلدي؟ ايه. مو هو الرعش جامع. شو بدك منه هني؟ يا سيدي بدي توقع لي على شي سرماية والله اني يكون شغل حشمة شي راسي. وليش بدك ياهم الله نبقى؟ أرخص سي براسي، أرخص الله يخلي لنا. أبو نجيب مني سي داسي. تعال تعال. أهلين أهلين سيد هاشم. يا أهلين سهلين. شلونك؟ الله يخلي لنا سيد هاشم. اسمعي يا أبو نجيب. إلي سيد هاشم. في عندي سرماية جتني من اسطنبول. بس طلعت ضيقة على أجري، شو رأيك تقيسها على أجرك؟ وإن طلعت مناسبة بعطيك إياها. بلاش ولا بمصاري سيد راسي؟ لا بلاش. الله يخلينا سيد هاشم، ولك الله يخلينا سيد هاشم لا يحرمنا منه. الشرف سيدي، شرف ناخذ سرماي شرف. لبكره ابن نجيب، خليها لبكره. لك ليش سيد راسي؟ خير البر عاجله، ليش لبكره؟ لا تحط لي بالرز بصل، الله يشتراه. مزبوط، بس السرماي عندي بالدائره مو بالبيت، ما لبكره. ماشي، فضي حالي بكره سيدي. يلا السلام عليكم. الله يخليك، عليكم السلام. يا ماما اغلي لك شوية ورق كينا تشربي ميتهم بركدا بترتاحي شوي. يا بنتي والله تقطعت مصاريني من ميت الكينا. اك والله لو إلها فايدة كنا طبت من زمان وما ضل فيني البلا. بس أبي قال أبوكي أخ من أبوكي أخ صاير حكيم مو هيك؟ هك أبوكي ياما بده يموتني بس مو عارف شلون. مو عارف شلون ياما. طيب ياما ليش ما بجيب لك حكيم؟ حكيم؟ هك أنت شو عم تحكي ياما؟ شو عم تحكي؟ أبوكي بده يجيب لي حكيم. الحكيم الله ياما الحكيم الله. ياما سلقتي البطاطات؟ أي ياما سلقتهم. لك روحي كلي أنت وأختك. طيب يا ماما ما بدك تاكلي انت؟ انا يا ماما ما بقدر باكل شيء، دغري بطني بتصير توجعني وبستفرغ. اخ يا ماما اخ. صالحه يا صالحه شوفي مين عم يدق الباب. مين يا صالحه؟ جابي يا ام نجيب. ام نجيب الله لك عجاب البلا. شلون صرت اليوم؟ ان شاء الله احسن. الحمد لله الحمد لله. والله تعبانه يا ابي، شو جبت لنا معك؟ جبت لك ورق كينا يا ستي بكفوكي شهر. اخ ذبحتني بورق الكينا تبعك، ما بدي منك شيء، ما بدي. نجيبه خديهم كبيهم كبيهم يا مو. شي شو تكبيهم ما تكبيهم؟ صار لي مدري قديش عم جمع فيه. الله يسامحك. لا بزماناته جدي الله يرحمه ما كان يطيب الا على ورق الكينة. شو عم تحكي يا حرمي انتي؟ اخ 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 يا بطني. مين انا يا اختي. انا مين انت يا اخي؟ شي انا ابن نجيب. خير يا اخي؟ شو بدك؟ والله لو سمحتي سيد هاشم افندي ابو خيره موجود يا اختي؟ والله هاشم افندي ما له موجود. خير عاوزه بشي؟ والله عاوزه بشغله ضروريه. خير شو نقول له؟ مشان السرمايه ست راسي. شو؟ ايه السرمايه ست راسي. ترك عندك شي سرمايه ست راسي؟ قال لك بس اجى ابو نجيب اعطيه هالشي. لا ابدا ما في هيك شي. شي شو الحكي؟ طيب امتى بيجي وقت اخها؟ يا أخي أبو خيره بشغله وما منعرف إمتى بيجي. شي بس شكله ما في نصيب. أبوها ما وافق بده يجوز الكبيرة قبل الصغيرة. إيه بخيره مين هذا؟ هذا يا ستي أبو نجيب. إيه بعت له حمش. مين هذا أبو نجيب؟ ولك هذا السقيل الكحتي البخيل. عرفتي؟ إيه عرفته. شو بده؟ قال بده صرماية. يو صرماية شو؟ قال بده صرماية من أبو خيره. يخرب بيته شو سقيل وكحتوت.
هو عم يقول لي بدي سرماي وانا قعدت حتى اشيل الضحكه ما عاد اقدر جاوبه. لك إيه انا لو كنت محلك بجيب سرماي عتيقه وبالحشب خلقته. ست راسيل هلا ما اجا؟ لا والله لسه هلا ما اجا. لا ما غريبه لسا ست راسي ما هي غريبه كثير. اي نعم غريبه، مو مشان السرماي؟ نعم ست راسي مشان السرماي. ايه خلص انت لا تعذب حالك، بس يجي ابو خيره ببعث لك السرماي مع خيره لعندك على البيت. لا ست راسي لا، شو الحكي؟ اسمعوا للسمع. لا لا انا شو عندي شغل، بيجي بيجي مره ثانيه ست راسي بيجي. ايه مثل ما بدك. وين بده يروح؟ ابن نجيب. نعم شو فيه؟ وحد الله شو انا شو كنت نايم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. وينك انت شي تراسي؟ وينك انت؟ والله من الصبح عم استناكوا. ليش ما صرت لك ليلات محروقه؟ شو صاير عليك؟ بدي البسها شي تراسي. شوفت عينك ها شو؟ اصابيعي مبينين. امسك امسك خذ السرماي. ولي شو ها؟ جديدة هاي؟ لك لكن هاي اسطنبولية شغل تقوى ملوكية يا ابن نجيب ملوكية. يا سلام والله كتر خيرك يا سيد هاشم والله كتر خيرك. يلا البسها وزدت لي هذا اللي بيجرك. يلا شو هاد سيد هاشم؟ زدته لهذا اللي بيجرك البسها. البسها؟ لا سيدي حوينت هاي تلبس للعياد هاي من عيد العيد سيد راسي هاي لك شو بده. يلا السلام عليكم. وعليكم كتر خيرك سيد هاشم. كتر خيرك الله خلينا سيد هاشم. يا سلام جديدة ريحة الجلد واصلة لهون. شو الحكي على الميتة بتخدم لها شي 10 سنين هي. يا شو حلو هالمشاية. يلا صيبيها بالعين صيبيها بالعين العمى بعيونك العمى. شو مالك شايفة صرامي بحياتك؟ بلا يا ابي شايفة صرامي بس ولا برا شفتك جايب صرماية جديدة مثل هاي. الله يجيرنا من عينك يا ابي. شو؟ قديش صار لك مشتري مشايتك العتيقة؟ ما صار لك ابي ما صار له زمان. هي اشتريتها من المختار سنة اللي اجا ملك المانيا على الشام. شو كان عملك وقتها شي شهرين ثلاثة بس. ليش المختار ببيع مشايات؟ لك ابي انت شبتك بهالشغله يا ابي. اوه حسبي الله ونعم الوكيل. ولك ابي خلاص العمى الله يخليك يا ابي جيب لي مشاية جديدة. والله مشايتي احترت عم البس مشاية نجيبة اللي صغرت على رجلها وما عم اعرف امشي فيها قد ما انا كبيرة رجلي. مشي حالك لك ابي فيها. لا مشي حالك هون للعيد بوصيلك ابو محمد السكافي على شي مشاية الله نيت مشي حالك فيها. بعدين ليش بدك تكبي مشاية نجيبة؟ مو حق مصاري لك ابي. لك ابي مو حق مصاري. بس يا ابي نحن ما دفعنا حقها. هي فهمية بنت ابو شاهر عطتها لنجيبة اول عم نور. خلصي ليه؟ خلصي بركة تلعي. قال بنت ابو شاهر قال شو عولي على السمعة. ها يخرب بيتكم ما بتشبعوا طلبات. اخ حسرتي عليكم يا امي. شو بده يصير فيكم بعد ما اموت؟ الله لا يوفقك حارمهم من كل شيء. بحياتك ما فرحت قلبهم بغلط، كله شحادة بشحادة. حتى لقمة الأكل ما لنا شبعانينا. جمع جمع بهالمصاري وبهالذهب مشان بكره يحطوا لك إياهم بشيوب الكفاء. أبو نجيب شبكي؟ خلي هالبنات يطالعوا لهم شوية قورمة يساوون على بندورتين. والله ما عم يقدروا يوقفوا على رجليهم من قلة الأكل. يا حسرتي عليهم. ولك يا حرمي يا حرمي خافي ربك. ولك خلي الأورمات للشتوية. اك ايه مالنا عم ندوقن لا بالصيفية ولا بالشتوية. وكل ما حدا ذبح ذبيحة أو ضحى ضحية بيبعت لنا شوية لحمة وانت بتحطهم بهالجرة وبتسكر عليهم وبيخربوا وبيدودوا وآخر الشي بتكبون. شوي صغيرة ها شوي صغيرة لا يكتروا.
والله شوي نفسه ترى احسن شيء بعطيه لابو محمد السكافي، هي على الميته بيطلع حقها شيء نص مجيده. خليته قال على شيف سرمايه مقلني وبيعه اياها. والله ما بسخى البسها، والله ما بسخى. السلام عليكم. أهلين أبو نجيب. أحلى أبو ياسين والله. يا ساتر يا رب. السلام عليكم. مرحبا فخرية. أهلين أبو نجيب. شو سيد راسي ولا صاحبك؟ كمان مسكر، كمان حاطط العصاية ولي علينا. مو هون، شو بدك منه؟ لك شو بدي منه؟ مشان الصرماية سيد راسي. مشان الصرماية المقلنة. إيه نعم سيد راسي، مشان الصرماية المقلنة. وينه؟ ما بعرف وينه، ما بعرف إمتى بده يرجع. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب شو على هاي بعدين يعني؟ مرحبا عمي ابو فخري. اهلين ديبو. بيسلم عليك المختار، بيقول لك انه بعد العشاء رح يروح هو واهل الحاره لعند ابو عبده ليبارك له بمشيخة الكار، والتجمع بعد صلاه العشاء عند المختار المضافي بقى مشان تجي على المباركه. ايه شو عليه؟ وجب وجب، قول له وجب. مباركه مباركه. ايه عمي ابو نجيب مباركه. وفيها شيء عمي ديبو يعني ولا على الناشي؟ ما فيها لحظه اصبع يعني؟ شو عمي ابو نجيب؟ معقول على الناشي؟ في مدلوقة وفي كنافة واللي منه إيه رح تاكل أصابعك أكل. أفخي لازم نروح سيد راسي، لازم نروح. شو الحكي؟ واجب، شو الحكي؟ لازم نعمل واجب ولو يا ديبو. لك الله يصلحك لك ديبو، ليش قلت له من هلا؟ شو تفضلتوا سيد راسي؟ شوف كيف ريالته عم تشط من هلا. ايه تشط سيدي، شو دخلك انت؟ نحن عم ناكل على حسابك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك الله يبشرك بالخير إلهي، لك الله يعطيك ليشبك ديبو، الله لا يحرمنا منك. يعني حالته صعبة؟ يعني بده يكون يا أما أخذ برد بهالليل يا أما أكله أكلة بمواتيته، بس الحقيقة ما بينترك لحاله أبداً. ها ليش أبو محمد مو عنده؟ أعوذ بالله، ولا عم يتركه دقيقة واحدة. الله وكيلك تارك بيته وعياله قاعد جنبه، رجال صغرته بيعجبها. ايه والله أبو محمد ما في منه، بس قلتك بيطيب لبكرة. والله العلم عند الله. يعني هو عم ياخد دويته سيد راسي؟ يعني لسه كتير في وقت لقد المغرب؟ مو مطول ابو نجيب، مو مطول. شو بالظاهر ابو نجيب صايم يعني اليوم؟ لا مو صايم. لكن شو قصته؟ بده يصلي بالجامع؟ ما حذرت والله يا ابو صفوان، لا هي ولا هي. شو القصه لك؟ قصته كبيره كثير. صاحبك عم يستنى القطايف والكنافه عند ابو عبدو. هي ما خطرت ببالي منوب. بس ابو نجيب ما بتروح عن باله هيك سلتات. سيد راسي يعني قديش في وقت بين صلاة المغرب وصلاة العشاء؟ شو حكينا سيد راسي؟ ليكون عم ننكت وما لنا مشتلين. ها شبك هون عم يصلح الصلاة، شبك هون؟ حقك ابو نجيب، حقك صار. ما قلت لك شغلي نافي يا زلمة. أهلين بالجميع. يا أهلين. شو أبو رضا ومحمد هم مبينين وينهم؟ والله يا مختار أبو رضا مريض. أبو محمد صار له من قبل الظهر عنده وما ترك ولا لحظة، لأنه أبو صفوان لما راح لعنده وشافه قال ما بينترك لحاله. شو هالحكي؟ إيه والله يا أبو اختار، الله يزيد خير. وأبو محمد تارك عياله ودكانته وعم ينام عنده؟ إيه والله يا أبو اختار. يشهد علي ربي يا جماعة لأبو محمد شهمه وسكرته وأبضاي. إيه نعم. إيه نعم. إيه نعم. بس يا أخي والله ما بيصير يترك دكانته ورزقه ويقعد عند أبو رضا. معك حق مختار. شو رأيك نبعث صبحي بات عنده؟ لا سيدي بنبعث ديبو أحسن. ديبو مول مختار يرضى عليك، وتنط على بيت أبو رضا المبيض وتقول له لأبو محمد يجي لعندي مع الشيخ نزير عاوزه. أمرك مختار. واليوم الله يرضى عليك بتبات ببيت أبو رضا. أنا؟ إيه أنت، الرجال ضعفان وما بيسوى يترك لحاله. إذا شفته تعب بالليل دغري خبرنا. أمرك عقيد. وشو هي القروشة اللي برا؟ أهل حارة كبار وصغار كلهم أنا عزمتهم. الله لا يعطيك عافية، شلون بتبلغ كل أهل الحارة؟ بلكي معامل حسابه أبو عبدو. شو عليه المختار؟ هي قيمة وجاهة أبو عبدو. لا وزادي بلكي الزلمة محضر حاله ما بصير. لا تخاف مختار، أبو عبدو عامل حسابه على أكثر من هيك. والله أحلى أبو عبدو. شو سيد راسي؟ مطولين لنمشي يعني؟ ما
يا سلام. اوعي سيناي سيناي مجاري الهلا ونجيب. هاي قلبك بداسي، هاي قلبك حبيب قلبي. يا لطيف يا لطيف، شو صار له؟ مي مي مي، شو صار له؟ رح يروح الرجال من بين ايدينا مي مي على الفرع. يا ابو لطفي ضروري تقلو صحتين يحتك. لو يخرب بيته، لو بيطلع بيده لا ياكل الدنيا كلها. لك شوفوا رح يموت. صحوا صحوا صحوا، فجعان من طول عمره فجعان. يا لطيف والله لو ما لطف الله ليروح قتيل القطايف. وحده الله يا جماعه، وحده الله. صلوا على النبي واتركوا الزلمه بهمه يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك علينا محمد. لك حط من ايدك، ما كفاك اللي صار فيه. خلاص ابن نجيب، حصتك من القطايف تاخذها معك على البيت. الله يخلينا مختار، الله يكرمك سيد راسي، الله يكرمك والله ما في منك. اي والله ان شاء الله يا رب وقت بيروح على البيت يلاقي اولاده فايقين حتى ياكلوا لياهم. شو؟ لا سيد راشي لا، اكيد بيكونوا ناموا. شو فياهم؟ لا اعوذ بالله. اهلين مختار. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا عم ياسين. طمني دخيلك، وضح كيفه؟ لا الحمد لله بخير، الله يحمي لك هالمحروس ويفرحك فيه. الله يسلمك يا مختار، امرني. ما يؤمر عليك ظالم، بدي تشكيله خضره تبعتها لمعارف لو مصري، وما تجيب سيرة قدام حدا. الله يرضى عليك، ربي يستر على الجماعة. الله يستر على جميع أمة محمد، الله يكتر خيرك يا كبير يا ابن الأكابر. لك أنت الأصلي لك يا أبو ياسين، خلي لي إياك، وتبعت لي تشكيلة على البيت وبعدين بحاسبك على الكل. تأمر مختار على راسي. السلام يا أبو ياسين. السلام عليكم. السلام عليكم. شو أبو الفخار؟ أهلين وسهلين، مختار بجلالة قدروا عنا يا ميت مرحبا، تفضل تفضل. وعلى طول بالأحاطة نازل. الله يخلي لي إياك، والله بدي أروح على الحاصل. شلونكم وشلون الصحة؟ الحمد لله بشكرك. أبو محمد شلون أبو رضا اليوم؟ الحمد لله منيح، هلا جيت من عنده صار أحسن. إيه الحمد لله، وديبه عنده؟ ما عم يتركه بنوب بنوب. بس وضح كيف صار، والله قلقنا عليه. لا الحمد لله جرحه خفيف وما بيخوف. الله لا يشغلكم بال على غالي إلهي، بيخلي لكم أولادكم. أبو الفخر أمرني مختار. معيتك بتنقيلي ثلاث دبايح مرتبة، وبيعاونك أبو محمد بتذبحوهم وبتعملهم حصص وبتوزعوهم على الفقراء والأيتام. تمر تمر يا مختار. روق وجلدي، هاي المختار لك شغلي. فخري. روقنا مختار، انا بحب امزح معه. الله يعافي لك يا مختار، ان شاء الله بتفرح فيه. الله يخلي لكم حبايبكم الهي. دراسي ثلاث دبايح، ثلاث دبايح يعني؟ ايه ثلاث دبايح، مشان وضاح ومشان شاهر ومشان مصري. الحمد لله اللي ربنا سلم لنا اياه. لكن مو كتير سيد راسي، ثلاثة والله كتير. لا مو كتير، هدول لوجه الله تعالى. شبنا ابو نجيب. سمعنا ابو الفخر، ثلاثة لا دبيحة ولا دبيحتين، ثلاثة. شو بكم سيد راسي؟ شو حكينا؟ حكينا شي بيضحي؟ ايه مختار، ابو نجيب له حصة شي. والله انت شو رايك ابو الفخر؟ انا برايي والله بلاها. انت الله لا يوفقك الهي. ليش ما شنو هديك المره بالقطايف يا دوب لحقناه تلحيق؟ انا خايف هلا مع اللحمه يبلع اصبعته. سيد راسي انا خليني اخذ حصتي، وقت اللي بيصير لي شيء حضرتك لا تلحقني منيح. مختار امور ابن نجيب. هلا يعني اذا الواحد اخذ القشه والروس والمقادم بينحسبوا حصه شيء؟ لا سيدي، بالنسبه لك الروس والمقادم والقشه ما راح ينحسبوا حصه. ابو محمد يرضى عليك، بتعطوه الروس والمقادم والقشه وحصه من اللحم فوق. تمر يا مختار على راسي. لك الله يديمك يا مختار، كتر خيرك الهي. لك هلي بدي افهمه، انه مين بدي ينظف لك القشه اذا حرمتك مريضه وبناتك صغار؟ يحتك حريجه الشغله. مركز بده يلاقي لهم بيعه. ليش بيعه سيد راسي؟ انا منظفها براسي، منظفها يا حبيبي. والله انا خايف يا جماعه ياكل القشه بخيره. لك شلون عم نجي؟ الحمد لله بكتار، مو سيدك. لا منيحه منيحه. ايه الحمد لله. ابو صفوان ما تلاقي له دواء لابن نجيب يخفف من وجع المسكينه؟ يا بوضح والله لقينا له دواء، قلنا له بكلف كم برغوت، قال لا خلونا على ورق الكينا. لك لانه هدول بيعطفهم ببلاش، بحب البلاش. خلص لفه ابن نجيب. ابو صفوان اعطيه الدواء وعلى حسابي. على راسي يا بوضح، تؤمر انت. يلا السلام عليكم. عليكم الله السلام ورحمه الله وبركاته. يا مختار يا راي جدي والله خساره ويا حيف، ضيعتوا هالحاره وضيعتوا هالسيف.